مساء الخير. نهار اليوم صارت أجواء مستقرة في عموم مناطق المملكة نتيجة لتمركز لمرتفع جوي وكتلة هوائية باردة سطحية. درجات الحرارة كانت أقل من المعدلات لمثل هذا الوقت من العام، وهبت الرياح الشرقية النشطة أو ما يعرف برياح الصبا فوق السواحل الوسطى من البحر الأحمر. توقعات الجوية هذه الليلة للعاصمة الرياض: تسود أجواء مستقرة غالبا صافية، 6 درجات مئوية كحرارة ملموسة، الرطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية غربية خفيفة أسرع. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لنهار الغد: نبدأ شمالا سكاكا 14-4، عرعر 12-2، وتبوك 17-6 درجات مئوية. المنطقة الغربية: المدينة المنورة 26-16، جدة 32-21، نفس الحرارة في مكة المكرمة، والطائف 24-12 درجة مئوية. نذهب الآن للمنطقة الجنوبية الغربية: الباحة 21-12، أبها 22-9، وجازان 29-24 درجة مئوية. المنطقة الشرقية: الدمام 20-11، حفر الباطن 15-7، والإحساء 18-7 درجات مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى: حائل 15-8، بريدة 15-6، والرياض طقس مشمس 18-9 درجات مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.